واحد البنية عمرها 6 سنين قتلها واحد الوحش آدمي. الجريمة بشعة، ذلك والديها مساكن فقراء ما في حالهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ بخير. المهم اسمحوا لي غبرت عليكم، كنت مريض شوية. الله ينجيكم من المرض، والله ينجيكم من الآفات، والله يعطيكم الصحة والسلامة والسعادة. المهم شنو نقول لكم، دخلت دابا اليوتيوب غير كنقلب، لان دائما كنشوف شنو واقع. كتبان لي واحد الجريمة بشعة، واحد البنية عمرها 6 سنين قتلها واحد الوحش آدمي. زعما مع كامل الأسف هادشي اللي كنشوفو في بلادنا، زعما الأطفال كيتقتلو وناس اللي كيقتلو، يعني ناس مرضى نفسيين ومرضى عقليين ويتعايشوا مع المجتمع بكل يعني عادي. مهم هادشي شيء زعما مؤسف 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 بزاف، ان هاد البنية هادي في عمرها 6 سنين وقتل هاد الوحش آدمي هذا بهاد الطريقة. وزيادة على ذلك والديها مساكن فقراء ما في حالهم، شو الأب ديالها يعني مريض نفسي. شفت داكشي القلب ديالي تألم بزاف 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 صراحة. ما يقع في المغرب هو شيء يعني خطير جدا، ما يقع في البلاد. خص كلنا، ماشي غير الحكومة المسؤولين، خص كلنا احنا كشعب كمجتمع مدني وكشعب وكناس وكسياسيين وك يعني ضفر الجهود باش نقضيو. والله فريمون جو سوي توجور شوكي بار سو كريم. انا سي ترو داكشي، بزاف 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 كتر هادشي. وخصنا كلنا يعني نكونوا يد واحدة باش نوقفوا هادشي، هاد القتل ديال الأطفال. وهادشي راه شوم، راه عيب. راه هاد الناس اللي مراد واللي عنده شي واحد مريض في العائلة ديالو ولا في دارهم، يعلم به السلطات ويمشي لسبيطار خاص باش يداوى في سبيطار الحماق ولا شي حاجة، ولا يعطوه الدواء ويعطوه. يا ربي تشوفوا من حال الناس ومن حال الفقراء ومن حال هاد الناس. بنية في عمرها 6 سنين تموت، سي غراف والله، ما عرفش شنو نقول. مهم يا ربي تنزل اللطف وصافي. الله عليك يا دنيا، الله عليك يا دنيا.